السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة الثانية أو اللقاء الحي الثاني لمقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425 والمقررة على طلاب المستوى الثامن تخصص المحاسبة. كنا تعرضنا في المحاضرتين السابقتين لأنواع المؤسسات المالية وأهداف المؤسسات المالية الإسلامية، ثم تعرضنا لبعض النماذج المختلفة لأهم المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية والعربية، ثم تعرضنا لمفهوم المصرف أو مفهوم البنك وما هي أنواع المصارف الإسلامية وما هي القواعد والأسس الحاكمة لعمل المصارف الإسلامية، وتعرضنا للقواعد الشرعية: الاستخلاف، الغنم بالغرم، الأمور بمقاصدها، العادة المحكمة، الخراج بالضمان، وتعرضنا لبعض القواعد المصرفية عامة. ثم بعد ذلك تعرضنا لخصائص المصارف الإسلامية وأهم ما يميز المصارف الإسلامية: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية الإسلامية، وعدم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء بشكل مباشر أو مستتر أو غير مستتر باعتبارها من الربا الحرام. أيضا إرساء مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والعدالة في التوزيع. أيضا بعد ذلك خدنا أوجه الشبه والاختلاف بين البنوك أو المصارف الإسلامية والبنوك أو المصارف التقليدية. ثم بعد ذلك خدنا صيغ التمويل في البنوك الإسلامية، سواء كان التمويل بالمشاركة، تمويل بالمضاربة، بالمزارعة، بالمساقاة والمرابحة، التأجير التمويلي، التمويل بالسلم، التمويل بالاستثمار. ثم أخذنا أهداف المصارف الإسلامية، وهو هدف التنموي اللي هو إلغاء الفائدة وتخفيض تكاليف المشروعات، أو هدف استثماري وهدف اجتماعي. أيضا للمصارف الإسلامية أهداف مالية، منها جذب الودائع وتنميتها واستثمار الأموال وتحقيق الأرباح. أيضا تعرضنا بعد ذلك إلى الأنشطة المحرمة والمحظورة على المصارف الإسلامية، وهو كل المجالات أو كل الأنشطة التي تدخل فيها الربا، أي أن البنوك الإسلامية تتجنب التعامل بالربا أخذا أو عطاء. بعد ذلك بدأنا في الفصل الثاني، وهو عناصر وأهداف النظام المحاسبي في المصارف الإسلامية. تعرضنا لتعريف النظام المحاسبي، سواء كان مدخلات، مخرجات، وبينهما التشغيل، وعرفنا أن النظام المحاسبي عبارة عن مدخلات وهي المستندات المختلفة والنظم واللوائح المختلفة، أما التشغيل فبيبدأ بدفتر اليومية، ثم الأستاذ، ثم التسويات، ثم أعداد أو أعداد عمليات التلخيص والوصول إلى نتيجة النشاط وإعداد الحسابات الختامية والقوائم والتقارير المالية، وهي هذه تعتبر هي مخرجات للنظام المحاسبي في المصارف الإسلامية، أو اللي هي عبارة عن مخرجات النظام المحاسبي عامة، وهذا ينطبق على المصارف وينطبق أيضا على المصارف الإسلامية. عندما بدأنا المحاضرة اللي هي تعتبر المحاضرة الخامسة في المحاضرات المسجلة من تعريف للنظام المحاسبي والمدخلات والتشغيل والمخرجات، أيضا تعرضنا لعملية طبعا معروفة أنه القوائم المالية اللي هي الأساسية في المصارف الإسلامية وفي المصارف عامة هي قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغير في حقوق المساهمين. أيضا بعض المقومات النظام المحاسبي في المصارف مقومات عامة، أي نظام المحاسبة المالية موجود
مجموعة دفترية، مجموعة مستندية، دليل حسابات، قوائم وتقارير. أيضا خدنا بعض المقومات الخاصة بالبنوك الإسلامية، وهي ضرورة الالتزام بقياس الإيرادات طبقا للمفاهيم الإسلامية. وتعرضنا لنوعين من الإيرادات حضرات، حيث اسمها الإيرادات الإيرادية والإيرادات الرأسمالية. معروف في المحاسبة عامة الإيرادات الإيرادية هي الإيراد المحقق من مزاولة النشاط العادي للمشروع. فإذا تعرضنا للإيرادات الإيرادية في البنوك، نجد أن الإيراد الإيرادي هو الإيراد المحقق من المتاجرة من مزاولة النشاط الذي يزاوله المصرف. أما الإيرادات الرأسمالية أو الإيرادات العرضية، دي تمثل حقوق أصحاب المال وحدهم. ماشي. أيضا تعرضنا من ضمن الحاجات الأساسية في البنوك الحضارات اللي هي ضرورة الالتزام بالتقويم تبعا لمبدأ النضوض في المضاربة، أي استيفاء رأس المال أولا ثم توزيع الأرباح. أيضا ضمن المقومات الخاصة بالبنوك الإسلامية الاستقلال في القياس والتوصيل المحاسبي لأنشطة المصرف المختلفة، لأن حضرات المصرف الإسلامي فيه مضاربة، فيه مرابحة، فيه مشاركة، لازم المفروض يكون لكل منهما حساباته المستقلة وحدها. أيضا آخر حاجة في المقومات اللي هو توزيع الربح بين العناصر المستحقة له. بعد كده خدنا المصطلح اللي هو خاص بالكاش اند كاش ايكوفلنتس، اللي هي النقدية والنقد وأشباه النقدية. أيضا آخر محاضرة خمسة حضرات في مصطلحين. المصطلح الثاني كوست بنفيت اناليسيس، يعني اعتقد ممكن حد يكون عارفها من الناس اللي حاضرين. كاش اند كاش ايكوفلنتس دي معناها انا قلتها الان، اللي هي انا قلتها الان بس ارى كتابة منكم. الصوت واضح يا شباب؟ طب الصوت واضح؟ صح الصوت واضح. طيب الحمد لله. طيب المصطلح الثاني حضرات كوست شرطة صغيرة بنفيت وبعدين اناليسيس. كوست يعني تكلفة، ماشي، وبنفيت يعني او بنفيت بس. كوست شرطة بنفيت اناليسيس لو تحليل التكاليف، صح، هي تحليل التكلفة والعائد. ممتاز، تحليل التكلفة والعائد. ايضا اخر سؤالين خدناهم، وظيفة النظام المحاسبي في المصرف هي الف قياس الاحداث المالية التي تتم في المصرف، التقرير ب التقرير عن الاحداث المالية، جيم الف زائد باء، وكانت الاجابة هي بند جيم، صح، جيم لا وفاء مشكورة، جيم ليه؟ قياس وظيفة النظام المحاسبي هي قياس الأحداث المالية تتم في المصرف، التقرير عن الأحداث المالية، القياس بس اللي هو الوصول إلى نتيجة النشاط، أما التقرير اللي هو كتابة التقرير ونشره على من يهمهم الأمر. فالإجابة هي رقم جيم، اللي هي قياس الأحداث المالية التي تتم في المصرف والتقرير عنها، يبقى ألف زائد باء. هنا في جزئية سؤال يمكن تبع المستندات الداخلية في المصرف، هي المستندات التي يتم إعدادها خارج المصرف، العبارة صحيحة والعبارة خطأ. المفروض السؤال ده حضرات طبعا هو سؤال بسيط لكن ممكن يكون تبع المحاضرة القادمة. بيقول المستندات الداخلية في المصرف هي المستندات التي يتم إعدادها خارج المصرف، صح ولا غلط؟ طبعا خطأ، لأنها معروفة داخلية تبقى تتم داخل المصرف. ماشي. في حضرات بعض الفروض التي تقوم عليها النظام المحاسبي، بعض الفروض حضرات اللي في المحاسبة عامة وتطبق في النظام المحاسبي في المصارف الإسلامية، زي حضرات أول فرض اسمه فرض الوحدة المحاسبية أو الشخصية المعنوية. فرض الوحدة المحاسبية حضرات يعني أن المشروع له وحدة، أن المشروع له كيان مستقل، أو الوحدة المحاسبية لها كيان مستقل، له شخصية مستقلة، له شخصية معنوية. وده حضرات في المشروعات المحاسبية والمشروعات الاقتصادية، وأي مشروع حضرات سواء كان مشروع فردي، سواء كان شركة أشخاص، سواء كان شركة مساهمة، كل حضرات هذه المفروض المشروع له
شخصيته المعنوية المستقلة بعيدا عن شخصية أصحابه أو ملاكه، تمام؟ وهذا حضرات موجود في المحاسبة، موجود في المصارف الإسلامية، موجود في المصارف عامة، ماشي؟ لأنه هنا يقول لك يتفق الفكر المحاسبي مع الفكر المحاسبي، يتفق الفكر الإسلامي مع الفكر المحاسبي المعاصر فيما يختص بالشخصية المعنوية. أيضا حضرات في فرض ثاني اسمه فرض الاستمرار. فرض الاستمرار حضرات يعني أن المنشأة وجدت لتستمر أو ولدت لتبقى، ماشي؟ ده حضرات اللي هو فرض الاستمرار. وأن التصفية هي تعتبر حالة طارئة. فرض الدورية عند تحديد نتائج النشاط. فرض الدورية اللي هي السنوية، فرض الدورية اللي هي السنوية، يعني هنا حضرات تلاقي المشروع ولد ليبقى. طب هل نترك المشروع بدون تحاسب؟ لا، لازم كل فترة نحاسبه. طب ما هي الفترة؟ يعني ما هي الدورة؟ الدورة في المحاسبة حضرات هي سنة، الدورة في بعض المشروعات هي موسم. الدورة زي ما تحدد، زي ما يحددها أصحاب المشروع، ممكن يحددوها شهر، أسبوع، 3 شهور، 6 شهور، زي ما يحددون. لكن جرى العرف، ماشي، حتى لما تلاقي الضريبة بتفرض سنويا، فبتلاقي الدورة هي سنة. المشروعات كلها بتلاقي الدورة هي سنة، ما عدا المشروعات الموسمية اللي هو يخلص الموسم يعتبر هذه هي الدورة بتاعته، ماشي؟ فرض الاستقلال عند القياس والتوصيل المحاسبي. المقصود بها حضرات أن البنك فيه مشروعات كثيرة وفي أنشطة كثيرة وفي صيغ استثمار معينة، المفروض كل نشاط يكون له حساباته الخاصة. عندك مشروعات مضاربة، مشروعات مرابحة، مشروعات مشاركة، المفروض لكل نشاط له أدوات القياس الخاصة به والتوصيل. بعد ما تقيس توصل لنتيجة النشاط وتوصلها لمن يهمه الأمر. أيضا حضرات في بعض الحاجات اللي هي اللي احنا خدنا الفروض، في حضرات المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة، زي مبدأ تحقق الإيراد. معروف حضرات في المحاسبة تحقق الإيراد يأتي بعد عملية البيع. دايما نعترف حضرات المحاسبة، حضرات دايما بتعترف بتحقق الإيراد عند البيع. لكن بعض الحاجات حضرات بتعترف أو نقول تحقق الإيراد يختلف عنها، لأن تحقق الإيراد بالبيع حضرات عليه انتقادات كثيرة، وخاصة عند البيع بالتقسيط مثلا. يعني تيجي تلاقي بيع بالتقسيط، طب تحقق الإيراد إمتى؟ عند البيع ولا عند تحصيل القسط الأول ولا الثاني ولا بكل الأقساط؟ لذلك بتواجهنا في المحاسبة، في حاسبة البنوك الإسلامية، اللي هي الحالة الخاصة بالمضاربة. المضاربة حضرات تمشي على الأساس الشرعي النقدي، اللي هو لا تقاس الأرباح ويتم توزيع، لا توزع الأرباح إلا إن بعد تحقق الربح فعلا. بدي تمشي على أساسه النقدي. مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات. معروفة حضرات كلمة المقابلة يعني تقابل الشيء مع نقيضه أو مع ضده، فأنت بتقابل الإيراد مع المصروف، التكلفة مع ثمن البيع، وهكذا. فمبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات ده جزء من الفكر المحاسبي عامة، وهو أيضا جزء من الفكر المحاسبي في البنوك أو البنوك الإسلامية أيضا، اللي هو مقابلة الإيرادات بالمصروفات. وده حضرات بيتم في نهاية الدورة المحاسبية لكل مصرف أو لكل مشروع. أيضا مبدأ التكلفة التاريخية. التكلفة التاريخية حضرات معناها إيه؟ معنى التكلفة التاريخية أن تسجل الأصول أو الأحداث، ماشي، تسجل الأصول بما ينفق عليها حتى تكون صالحة للاستخدام. ومبدأ التكلفة التاريخية حضرات عليه انتقادات كثيرة، لكنه أكثر المبادئ موضوعية. لما نقول حضرات أنه مبدأ التكلفة التاريخية لا يصلح، يعني لو واحد اشترى قطعة أرض لمدة بعد 5 سنوات هتلاقي قيمتها قد تكون تضاعفت، هل يتم تسجيلها بقيمة سعر البيع ولا بقيمة التكلفة؟ قال لك لابد أن يتم بقيمة التكلفة. ولذلك لمعالجة هذا الموقف تلاقي البنوك بتعمل أحيانا إيه؟ حاجة اسمها قوائم بالقيم العادلة أو القيم الجارية.
تمام، حتى يمكنها من اتخاذ قرارات سليمة فيما بعد. ايضا مبدأ الموضوعية، والموضوعية حضرات مطبقة في المحاسبة عامة وفي البنوك، لانه دايما بيتم التسجيل وفقا للمستند. يعني انت عندك حاجة في دليل انا اسجل، ما فيش دليل لا اسجل، تمام. لكن هناك بعض الخروج على مبدأ الموضوعية حضرات، لان الموضوعية المطلقة صعب تطبيقها. طبعا بعض السياسات يا حضرات حاجه اسمها سياسه الحذر والحذر، خلي بالكم احنا قلنا فروض وقلنا مبادئ وقلنا سياسات. السياسات دايما حضرات ترتبط بالتطبيق، وكلمه الحيطه والحذر اكيد مرت عليكم اكثر من مره. الحيطه والحذر في المحاسبه تعني اخذ الخسائر المتوقعه في الحسبان وعدم اخذ الارباح المتوقعه في الحسبان. مره ثانيه، الحيطة والحذر تعني أخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وعدم أخذ الأرباح المتوقعة في الحسبان. يعني أخذ الخسائر وأسيب الربح، والخسائر أثبتها والأرباح لا أثبتها. ده حضرات اللي هو التحوط أو الحيطة والحذر في المحاسبة، وذلك محافظة على سلامة رأس المال. هنا سياسة الذاتية الخاصة بالربح، البنوك الإسلامية حضرات لا تحاسب إلا على الربح الحلال. يعني أي شيء حضرات فيه محرم أو فيه فوائد لا يدخل ضمن الربح في المحاسبة في المصارف الإسلامية، لأن المصارف الإسلامية لا تتعامل في أي نشاط أو استثمار فيه شبهة. تقييم الأصول والالتزامات المشتركة، طبعا على أساس أنه كل شيء يقيم وفقا لقيمته الحقيقية أو الحالية. تعدد الوحدات المحاسبية والقوائم المالية أيضا ضمن السياسات، زي ما قلنا مشاركة مضاربة مرابحة، كل واحدة لها قوائمها. أما ضمن السياسات حضرات سياسة التكافل الاجتماعي، اللي هو وجود صندوق للزكاة، من بين الوسائل المباشرة في هذه السياسة هو إدارة المصرف لصندوق الزكاة، حيث يخصص له حسابا مستقلا يبين فيه موارد الزكاة ومصاريفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. سياسة أيضا حضرات اسمها سياسة الإنصاف والسببية عند إعداد القوائم المالية، ماشي. لابد أن يفصح المصرف عن الأسباب الحقيقية التي كانت سبب تحقيق لهذه الأرباح، كما لا يجوز أن تخفي القوائم المالية أي معاملات. وهذا حضرات تفرد للمصارف الإسلامية. في المصارف التقليدية بيتم الإعلان عن الأرباح، ولا يوجد ما يلزم أن تذكر الأسباب الحقيقية لتحقق الأرباح. أي نظام محاسبة حضرات له أهداف، فالأهداف الرئيسية لأهداف النظام المحاسبي في المصارف والمصارف الإسلامية أيضا توفير المعلومات المختلفة لإدارة المصرف لتبني سياساتها وقراراتها المستقبلية. وأيضا ضمن الأهداف النظام المحاسبي توفير معلومات للمركز الرئيسي أو لمؤسسة النقد، توفير معلومات للمساهمين والمستثمرين. أيضا الدقة، بعض الأهداف الفرعية حضرات الأمان، ضمن الأهداف الأساسية حضرات الأمان. الأمان هنا حضرات يرتبط في تركيزه على البنوك على أن البنوك تتعامل في النقدية، والنقدية لها تعامل خاص، معرضة للسرقة، معرضة للاختلاس، فلا بد أن تكون هناك نقول عليها طرق وضوابط في كل المستندات وفي كل الأوراق التي يتعامل بها موظف البنك في عملية القبض والصرف والإيداع والسحب لعمليات النقدية. ايضا الوقت له دور اساسي حضرات، او من ضمن الاهداف انه هو تعطي للعميل او تعطي لمن يهمه الامر بيانات سريعه حاليا بعد الايداع. لو انت حبيت تطبع من على الصرافه رصيدك كان بيظهر لك، ماشي، وهكذا. بعض الاسئله البسيطه حضرات الاتي: فرض الوحدة المحاسبية والشخصية المعنوية المستقلة يعني، اللي هي أسئلة المحاضرة الثالثة حضرات.
المصرف له شخصية معنوية مستقلة عن ملاكه، المصرف له شخصية معنوية غير مستقلة عن ملاكه، المصرف له شخصية معنوية مستقلة لكنه لا يمكنه إبرام عقود دون الرجوع لملاكه لا شيء مما ذكر. أنا قلت حضرت أربع إجابات: فرض الوحدة المحاسبية والشخصية المعنوية المستقلة في البنوك يعني أن المصرف ألف، أن المصرف له شخصية معنوية مستقلة عن ملاكه، ب المصرف له شخصية معنوية غير مستقلة عن ملاكه، جيم المصرف له شخصية معنوية مستقلة لكنه لا يمكنه إبرام عقود دون الرجوع لملاكه، ده لا شيء مما ذكر. أنتظر الإجابة. ممكن أعيد وفهم. فرض الوحدة المحاسبية والشخصية المعنوية المستقلة في المصارف يعني أن ألف المصرف له شخصية معنوية مستقلة عن ملاكه، ب المصرف له شخصية معنوية غير مستقلة عن ملاكه، ج المصرف له شخصية معنوية مستقلة لكنه لا يمكنه إبرام عقود دون الرجوع لملاكه. ألف 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 حد تاني؟ حد تاني يجاوب؟ دال الإجابة ده لا شيء مما ذكر. طيب هنا حضرات المصرف له شخصية معنوية مستقلة عن ملاكه، ماشي، المصرف له شخصية معنوية غير مستقلة، المصرف له شخصية المصرف له شخصية معنوية مستقلة عن ملاكه، الإجابة ألف صح. شكرا لكم، إجابة ألف هي الصحيحة. اثنين، فضل الاستمرار في محاسبة المصارف يعني فضل الاستمرار أن المصرف مستمر في نشاطه حتى نهاية السنة الحالية، أن المصرف مستمر في نشاطه حتى نهاية السنة المالية، ج أن المصرف مستمر في نشاطه حتى نهاية السنة الهجرية، د أن المصرف مستمر في نشاطه لمدة غير محددة. د أن المصرف مستمر، ماشي ماشي صح، صح اللي هي إيه؟ أن المصرف مستمر في نشاطه لمدة غير محددة، الإجابة دال صح. طيب
ضمن سياسة السؤال الثالث، ضمن سياسة الحيضة والحذر في المصارف الإسلامية عدم توزيع أرباح على أصحاب حسابات الاستثمارات إلا إذا تحققت فعلا، العبارة صحيحة ولا العبارة خاطئة؟ هل إلا العبارة صحيحة؟ ماشي، العبارة صحيحة. العبارة صحيحة؟ نعم نعم الإجابة صح. هذا السابع، العبارة هبدأ الآن يعني حضرات في المحاضرات المسجلة، المحاضرة السابعة، حتى تكونوا متابعين معي. احنا خدنا أسئلة الخامس، خدنا أسئلة السادس، الفصل الثالث حضرات الدورة المستندية في المصارف. المحاضرة السابعة بتبدأ بالمستندات المصرفية وأهميتها. أهمية المستند حضرات إنه أحد المقومات الأساسية للنظام المحاسبي، لأنك أنت من المستند أول أنت بتسجل منه البيانات، ويحتوي على بيانات ويحتوي على كل المعلومات أو بيانات. إحنا نعتبر إن المستند هو عبارة عن من ضمن البيانات كأحد وسائل أو أدوات الإدخال في النظام المحاسبي. المستند حضرات لما بتبص على تلاقي المستند بيدخل في دفتر اليومية، بتسجل في دفتر اليومية، بعد كده بتبدأ دفتر الأستاذ، بعد كده بتروح ترحل إلى دفتر الأستاذ، بعديها بتعمل الحسابات، بترصد حسابات الأستاذ، بتعمل ميزان مراجعة، بتعمل حسابات ختامية. لكن إذا بصينا على المستندات حضرات نجد أن المستندات نوعين، مستندات خارجية ومستندات داخلية. المستند الداخلي هو المستند الذي يعد داخل المنشأة أو داخل المصرف. المستندات الخارجية حضرات المستندات التي تعد من الخارج. المستندات الداخلية مثل نموذج فتح الحساب، التحويل، الإيداع، السحب، ماشي، وهكذا. نموذج بتعمل مشاركة وبدأ كتبت نموذج، بتعمل مضاربة وإداك نموذج موظف المصرف وكتبته، وهكذا. كلها تعتبر نماذج داخلية، مستندات داخلية. المستندات الخارجية هي المستندات التي يتم إعدادها خارج المصرف. من أمثلتها حضرات السند الإذن الكمبيالة، الشيكات الآجلة، كشوف الحسابات الجارية، وهكذا. أما بالنسبة لخصائص المستندات المصرفية حضرات، اللي هي أهم حاجة مراعاة الدقة في إعداد المستند وفي الدورة المستندية للمستند في البنوك. ده بالنسبة للمحاضرة السابعة، محاضرة بسيطة بقى، احنا بنمشي بسرعة في الجزء النظري. فلو بصيت أسئلة بسيطة، تعتبر المستندات الداخلية من نقط النظام المحاسبي: أ مخرجات، ب مدخلات، ج تشغيل، د أ زائد ج. تعتبر المستندات الداخلية من نقط النظام المحاسبي، هل هي مخرجات أ، مدخلات ب، تشغيل ج، د أ زائد ج؟ مدخلات، نعم، تعتبر المستندات هي أحد مقومات النظام المحاسبي. مدخلات، صح،
تعتبر مستندات هي احد مقومات النظام المحاسبي، وهي عباره عن مستندات داخليه ولا مستندات خارجيه ولا مستندات داخليه وخارجيه. طبعا المستندات يا حضرات بسرعه، المستندات نوعين، مستندات داخليه وخارجيه. أهمية مراعاة الدقة في إعداد المستندات والدورة المستندية في البنوك يرجع إلى هل كبر عدد عمليات البنك وتشغيلها وتداخلها، ألف ب أن عمليات البنوك تقتضي الدقة والأمانة والسرعة، جيم أن البنوك تتعامل بأموال الغير، دال كل ما ذكر. وفاء كتبت دال، وهي أهمية مراعاة الدقة في إعداد المستندات والدورة المستندية في البنوك يرجع إلى كل ما ذكر، اللي هي كبر عدد عمليات البنك وتشغيلها وتداخلها، عمليات البنوك تقتضي الدقة والأمانة والسرعة، أن البنوك تتعامل بأموال الغير، دال كل ما ذكر. فعلاً 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 أيوه كبر عدد العمليات صح. لو بصيتوا في البنود حضرات اللي هو ألف وب وجيم صح، لما جاء في دال قال ايه كل ما ذكر، يبقى اذن الإجابة هي دال اللي هو كل ما ذكر. ماشي. اي من الآتي لا يعتبر من المستندات الخارجية؟ أي من الآتي لا يعتبر من المستندات الخارجية؟ حوافظ إيداع بألف، ب السندات الإذنية، جيم مستندات الشحن، دال الكفالات المصرفية والشخصية. أي من الآتي لا يعتبر من المستندات الخارجية؟ ألف حوافظ الإيداع صح. هاخد معاكم كده كام سؤال يمكن يكونوا ربما يكونوا ذكرناهم قبل ذلك ام لا. قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، كل ذلك يعتبر من السؤال اهو. قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، كل ذلك يعتبر من مدخلات النظام المحاسبي، مخرجات النظام المحاسبي، عمليات التشغيل في النظام المحاسبي. مخرجات. سريعة وفاء، مشكورة، بارك الله فيك. صح، الإجابة صحيحة. طيب الأهداف المالية للمصارف الإسلامية ليست من ضمنها. الأهداف المالية للمصارف الإسلامية ليست من ضمنها. ألف استثمار أموال المصرف، ب تحقيق عائد مناسب لأصحاب المدخرات، جيم تحقيق أقصى أرباح ممكنة بغض النظر عن مجال الاستثمار، دال جذب الودائع وتنميتها. ماشي. ألا يوجد أحد آخر يجاوب؟ أيوة جنات الفردوس. نعم الفردوس، تفضلي يا أختي الكريمة.
ها مشكورة وفاء كتبت جيم. الأخت الكريمة فردوس كانت تكتب لكنها تراجعت. الإجابة رقم جيم اللي هي تحقيق أقصى أرباح ممكنة بغض النظر عن مجال الاستثمار. الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة، مشكورا، شكرا لك، وننتظر المشاركة من الكل إن شاء الله. طيب، كاش اند كاش ايكوفلنتس، هذا المصطلح يعني النقدية ألف، ب الأوراق المالية، جيم الأوراق التجارية، دال النقدية وأشباه النقدية. شكرا لكما، شكرا لكما، إجابتكم ممتازة، هي النقدية وأشباه النقدية. ماشي، معكم إن شاء الله. أوجه التشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، أوجه التشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية أن كلاهما يهدف إلى تحقيق أرباح. دي ألف، ب يخضع لرقابة مالية من قبل المصرف المركزي ومؤسسة النقد، جيم يعد وسيطا ماليا بين طرفين ويتبعان في هذه الوساطة الأعراف المصرفية، دال كلاهما يهدف إلى تحقيق ربح، وكلاهما يخضع لرقابة مالية من مؤسسة النقد، وكلاهما يعد وسيطا ماليا ويتبعان الأعراف المصرفية. والله فعلا مشكورات ومشكورين، إجابتكم صحيحة. ضمن مقومات النظام المحاسبي والخاصة بالبنوك الإسلامية، ضمن مقومات النظام المحاسبي والخاصة بالبنوك الإسلامية، وجود كوادر إدارية مؤهلة، بي ألف، ب وجود كوادر بشرية مؤهلة، يبقى ألف وجود كوادر إدارية مؤهلة، ب وجود كوادر بشرية مؤهلة، جيم وجود بنية أساسية وأجهزة وبرامج، دال الالتزام بمبدأ النضوض في المضاربة. ما أعرف، أنا ما كنت مركز، هل حد كتب إجابة؟
اللي هو الإجابة الصحيحة هي التزام بمبدأ النضوج وفاء. ماشي. حد يكتب تاني؟ الالتزام بمبدأ النضوج. الإجابة تعتبر إجابة صحيحة، وهي الالتزام بمبدأ النضوج. طيب، طبعا هنا في سؤال تاني حضرات، معلش. ضرورة وجود هيئة للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية تعني، أعتقد خدناها حضرات. ضرورة وجود هيئة للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية تعني مساعدة المصارف والمؤسسات الإسلامية للسير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ألف ب مساعدة المصارف ب تطمئن المساهمين والمستثمرين على أن المصرف يسير وفق التطبيق السليم للشريعة الإسلامية. جيم تطمئن المساهمين والمستثمرين على أن المصرف يحقق أقصى أرباح ممكنة. دال مساعدة المصارف والمؤسسات الإسلامية للسير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتطمئن المساهمين والمستثمرين على ذلك. احنا يعني الحمد لله بخدنا قبل كده. طب الحمد لله كويس خالص، شكرا، ممتاز. ده حضرات اللي هو من خلال بنك الأسئلة اللي موجود معنا عن 4 و5 و6 و7 من المحاضرات. إن الفكر المحاسبي، سؤال ثاني حضراته، إن الفكر المحاسبي يختلف عن الفكر إن الفكر المحاسبي الإسلامي يختلف عن الفكر المحاسبي المعاصر فيما يتعلق بموضوعية وسيلة القياس المستخدمة، حيث يركز على موضوعية القياس من خلال استخدام وحدة النقد الشرعية. صح ولا غلط؟ ال ايوه اه اعيد ان الفكر المحاسبي الاسلامي يختلف عن الفكر المحاسبي المعاصر فيما يتعلق بموضوعية وسيلة القياس المستخدمة، حيث يركز على موضوعية القياس من خلال استخدام وحدة النقد الشرعي. ده اذكركم بالاجابة، انه في المضاربة حضرات لابد من استخدام الأساس النقدي. ما فيش حاجة اسمها توزيع أرباح إلا بعد استيفاء رأس المال.
فهنا المحاسبة الإسلامية بتركز في بعض البنود بتاعتها وفي بعض الأنشطة والاستثمارات المختلفة على الأساس النقدي. المحاسبة حضرات بتركز على اللي هو عملية البيع، أساس البيع تمام أو أساس الاستحقاق. لكن المحاسبة الإسلامية وفي بعض البنود مثل المضاربة بالذات بتركز على الأساس النقدي. المهم العبارة خطأ ولا العبارة صح؟ أنا جاوبتها بس أنتظر منكم الكتابة حتى تثبتوا ما تكلمنا عنه. ما أحد يريد يكتب الإجابة؟ الإجابة يا شباب؟ إجابة هذا السؤال، أنا قلت الإجابة أصلا. خطأ. هو السؤال العبارة دي صحيحة بس ركزوا معايا السؤال بطريقة أخرى. يتحقق الإيراد، السؤال حضرات بطريقة أخرى، يتحقق الإيراد في عقود المعاملات الشرعية بالبيع إلا أن المضاربة الشرعية كحالة خاصة يتحقق الإيراد فيها طبقا للأساس. وفي ثلاث إجابات طبقا لأساس: ألف الاستحقاق، ب النقد، جيم المشترك. إذا جاوبت أنت هذا السؤال فأنت عرفت السؤال اللي قبل. وهنا حضرات الأساس النقدي إجابتكم صحيحة. في هنا سؤال ضمن بيقول لي تعتبر ميزانيات العميل أو ميزانية العميل المدققة والتي يظهر فيها دين المصرف من المستندات، ألف داخلية، ب خارجية، جيم لا شيء مما ذكر. داخلية. طب ركز كده أو ركزوا معي، تعتبر ميزانية العميل المدققة، يعني العميل اللي هو عميل البنك اللي هو أنا رايح البنك واخد ميزانية معايا بتاعت مركزي المالي، بتاعت مركز المالي المشروع بتاعي. يعتبر ميزانية العميل المدققة والتي يظهر فيها دين المصرف، وأصلا أنا واخد مبالغ من البنك وهذه المبالغ موجودة في الميزانية بتاعتي اللي هي تخصني اللي هي حقي اللي هو عملها لي المحاسب بتاعي أو المحاسب الخاص بالمنشأة التي أمتلكها أو التي تكون أنا شريك فيها تمام، ومقدمها للبنك عشان أخذ قرض أو مقدمها للبنك عشان أدخل مشاركة. هذا يعتبر مستند داخلي أم خارجي؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وتستحقون درجات في المشاركة. لو موجودة عندنا كنا أعطيناكم درجات مشاركة. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. هل لديكم أي استفسار؟ شكرا لكم طلاب المستوى الثامن تخصص محاسبة، كنا معا في محاضرة الثالثة من اللقاءات الحية لمقرر محاسبة المحاسبة في المؤسسات المالية
الإسلامية. نترككم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي معكم في المحاضرة القادمة غدا بإذن الرحمن في حفظ الله. تفضلوا، مشكورين.